يا هلا والله بكل اهلنا في السودان، عاملين يا رجاله؟ ايه الاخبار؟ وحشني. لا بس عادل نفسي عشان ايه نعمل لكم رياكشن بمزاج. يا عم انتوا مش عايزين نعمل رياكشن بمزاج، خلينا وقت تتعدل وعامل الله. انت بتتكلم جد؟ النهارده بقى ايه، من غير ايه لف ودوران والكلام ده، واشتركوا واعملوا سبسكرايب والكلام ده، لا احنا هنعمل النهارده على حليم تاج السر حروب تكملة بيف تدوب وحليم، وهنشوف بإذن الله التراك وأقول لكم رأيي. ويعني الجملة المعتادة يعني لايك سبسكرايب شير، روق على أخوك، روق على أخوك عشان أروق عليك، طول ما أنت بتروق عليا روق عليك، هي كده. بهزر طبعا، وعشان ما أطولش عليكم يلا بينا رياكشن، وهقول لكم رأيي في آخر الفيديو بإذن الله. يلا بينا رياكشن، يلا. حليم تاج السر حروب، ما أنا بس يكون في كلمات، في كلمات اتمنى ايه يكون بقى في كلمات نفهمها باذن الله. باذن الله. انا سامعك يا صاحبي، روح انت بس ومالكش دعوه. انا سامعك، انا سامعك، وهحلل التراك، هحاول احلل التراك، انت بس روح روح. اول ريباتل من اول لاينين، اول ريباتل. انا فاكر ان سوق ان ان مش انا متلخبط بين سولجا وتودوب. انا فاكر ان حد منهم قال حاجه بحوار الحفر والقبر، اظن سولجا. حلو حلو، الريباتات حلوه، وكضاب دي اظن اغنيه انت قلت لي اعمل عليها رياكشن برضو، فخلينا نكمل. سمعتوا الانترنال رايمز؟ احنا معنا المولى، يا اخي احنا الدولة جوه الدولة. جولة. شكله مش ديس تراك قد ما هو نكش، يعني انتوا لو ما تعرفوش الديس تراك لازم يكون صريح، يعني انت بتبقى من اول 7 8 لاينات، من اول يا سيدي 8 بارات، مش هقول لك اول 4، بتعرف انت الديس رايح على مين، بتعرف انت مين الرابر اللي هو بيتدس عليه التراك. انما هنا انا حاسس ان في ممكن ايه بانش لاينز وشويه نكش وخلاص، مش حاسس ان هو ديس تراك، الله اعلم يعني هنشوف. زي ما انتم شايفين يعني بدفنه حي، كلامه حي، انا الفليكس كلها فليكس وشويه بانش لاينز، بس هنشوف يعني، هنكمل التراك هنعرف برضو كل حاجه عبان دلوقتي. حلو، شيل نفسك حليم حفصك، حلو الكولد اللي هو بيقولها كولد دي كده، حلو. نرجع يا عمي السجن السوداني والله جميل. انا مفيش تراك سمعته دلوقتي لما كان دريل او تراب، فده يثبت لك ان هم قد ايه مستواهم عالي، لان ده الراب الحديث يعني، شئت ام ابيت هو ده يعني مهما كنت بتحب الاولد سكول، مهما كنت متحيز ليه، خلاص احنا بقينا في 2023 يعني. دليل في العالي سرعات فيراري بالانترنال رايمز، عنده حلوة، بيعرف يجيب انترنال رايمز كويس وليه علاقة بالموضوع يعني. راب طالباني اخوك بن لادي نسين، والصنف افغاني بي ام الماني، دي سكيم. شفت انا ايه رأيكم؟ اخوك رابر برضو، فهتلاقيه دايس معاك في اي حاجة. دي سكيم، دي سكيم، سكيم دول. ذكر افغاني، ارجع لكم بيتا. ده بظبطها، ده ليفل عالي سرعة. راب طالباني اخوك، دي مش سكيم دول، عفوا دي سكيم لها علاقة بالمخدرات من الاخر وتجارة السلاح والكلام ده، هي فيها الموضوع فيه سكيم، بس ممكن هو مش مكمله للاخر، عارفين انتوا لو كمل الماني من بعدها مثلا ذكر دولة تاني يبقى هو كده سكيم دول،
لو كان ذكر بقى مثلا ايه ان هو بيتكلم، هو قالك بن لادن وافغاني، يبقى سكيم ارهاب، سكيم يعني الارهاب وكده، دي سكيم ارهاب. جميل. شيل نفسك حليم عفسك، شيل نفسك حليم عفسك. قبل السين الناس عطشانة، في وورد بلاي هنا. قبل السين، قبل السين في اللي هو سبيتنج على المايك بيبقى اسمه سبيت، فهو سبيتنج قبل السين والناس عطشانة قبل المية. شايفين انتوا الورد بلاي؟ كان لعب رايم سنة. بنا معنا من طعنا من بيرجعنا. في شوية وورد بلايز حلوة من حليم بصراحة، عشان الواحد برضو يقول لي ويل عليه تدوب رابر قوي، لكن برضو حليم رابر كويس. في برضو ده، دي هنا في رباطل، هنا في حوار حفر، الحفر اللي في الارض ده في رباطل. انا فاكر حاجة زي كده بس مش فاكر بالظبط، بس انا عارف ان دي رباطل، دي غلطتي والله. انت عارف انا المفروض كنت سمعت التراك قبل ما اخش رياكشن، بس والله الجو مسيح المعلومات خالص، الجو حر جدا في مصر. يعني شوف انتوا عندكم مثلا الحر عامل ازاي في السودان، بحكم ان الارض اعلى اقرب للشمس، بس عندنا صدقوني الدنيا فظيعة، الجو حر قوي من دول في مصر. ما شفتش شيء. حليم جاك ايه؟ الحليم جاك. انا ممكن يقولك ده، هو يقولك ده الكورس اللي قايله في الاول، وفي جبر بيحفر جاي نفسه بيحفر لينا. في والله رباطل، في رباطل هنا. وكضاب دي، كضاب دي ديستراك. انا شفت واحد كاتب لي كومنته ده على اساسه، دخلت عملت رياكشن على اساس، قال لي حليم رد حليم حفرة، حليم تاج السر حروب، حروب عفوا، وتدوب رد بابو كاليبتو. عشان كده انا دخلت سمعت حروب وهسمع ابو كاليبتو. التراك ده اقوى من التراك اللي فات، التراك ده اقوى من التراك اللي هو اللي انا عملت عليه رياكشن، اللي هو كان حليم برضو، كان تراك لحليم، كان اول تراك اسمعه له. تسجيل دخول، تراك ده اقوى، جامد 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 يا صاحبي. عايش الدور، عامل الشكل حلو، عامله حلو. بصوا يعني فاهمني وبتاع. هنسيب لايك طبعا، وهنعمل اشتراك لحليم تاج السر فاهمني، وهنكتب كومنت، نكتب البيف شكله هي ولا قلت له شفت الكومنت ده في اي حته، تبقى تنزل تعمله لايك وتسيب لي في الريبلاي كده الاغنيه اللي انت حابب نعملها كده رياكشن باذن الله، وانا بخش اعمل رياكشن ان شاء الله. طبعا انتوا شايفين، بصوا اسعار التطبيق، مش التطبيق، انا بنام بدري فاهمني، دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 10، فانا المفروض اكون نايم من ساعه ونص مثلا او ساعه. فبس يا شباب، دي كل حاجه عندنا النهارده، اتمنى يكون الرياكشن عجبك ان شاء الله. المره الجايه نسمع تودوب ابوكاليبتو، نكمل البيف سوا. زي ما شفتوا حتى حليم تاج السر عمل شوية، في شوية بانس لاينز، في شوية ريباتلز وورد بلاي عجبوني.
وحقيقي المستوى كان المستوى بتاعه كويس. مش بس دي كل حاجة عندنا النهاردة، اتمنى يكون الرياكشن عجبكم، ولو عجبك يا ريت متنساش تدعمنا بلايك سبسكرايب وتشير الفيديو ده مع صحابك عشان نكبر بيكم بإذن الله ونوصل لكم مشترك قبل نهاية الشهر ده. بس دي كل حاجة عندنا النهاردة، سلام.